المطبخ المغربي عالميا المرتبة الثانية مصنف عالميا. المطبخ المغربي بيتكون من الطاجين والكسكس وفي شغلة تانية بيسموها البسطيلة. بتدخلي بسحر غريب جدا ولما بتدخلي ما بدك تطلعي ابدا. حط عليها هلا برقوق. شو هو؟ بتقولوا لي كنت سوريا خوخ. خوخ اوكي. هذا 90% السبب لما ليش بيروحوا للمغرب على الاكل. المغرب دولة السلم والسلام، يعني المغرب في سلام غريب جدا. المغرب هي يعني البلد الأول هلأ على قائمتي اللي بدي يزورها يعني إن شاء الله. مرحبا أهلا وسهلا فيكم، معي أنا بالقناة رام العامر. اليوم جينا على مطعم مغربي مشهور جدا ببرلين، مشهور بأطباقه الطيبة كتير، ومثل ما شايفين حتى الديكور كله على الطراز المغربي. واليوم لأول مرة بقعد مع صاحب المحل. مرحبا. مرحبتين. تحكي لنا هيك شوي عن مشروعك هذا وإيمت افتتحته. أنا اسمي سعيد من المغرب وجيت على ألمانيا طالب حقوق 2006 وبلشت شغل تقريبا 5-6 سنوات بهالمجال، وشفت أن برلين عاصمة ألمانية كبيرة وفيها تمثيل كبير للثقافات المختلفة، وقلت على بالي ليش ما بتل المطعم المغربي. دورت على محل لقيت هذا عجبني عشان فيه طول والطول طويل، فيه تقريبا 4.30 متر، عشان هيك المطاعم المغربية بتجي في شكل رياضات يعني بيكون عالي كتير. الديكور عامله بنفسي واستغرق تقريبا 6 شهور. هذا النقش على الخشب اسمه النقش السليمانية، يعني معروفة في المغرب. هذه اللمبات بيسموه الزجاج العراقي، ومدينة فاس معروفة بهذا النقش على النحاس. أستي معهم كانت غريبة، رحت على مدينة فاس في هالأزقة الضيقة، ولما بتشوفي هما ما بيكون ضوء على برا، ولما بيكون التاجر عنده هذه اللمبات في محله بتدخلي بسحر غريب جدا، ولما بتدخلي ما بدك تطلعي أبدا. محل اسمه أميتي، مطعم الصداقة. أميتي كلمة فرنسية. المطعم المغربي في مدينة برلين يعني دعايته ضعيفة جدا، هو يكون في فرنسا أو أي شيء يعني ما بتلحق الزبائن. يقول لك فرنسا بياخذ محل عادي وبيكتب فيه مطبخ مغربي خلاص بيصير عجب. تحكي لي بشو مشهور فيه مطعمك أو بشكل عام المطبخ المغربي اللي أنت حرصت إنه تحطه كمان بالمنيو عندك؟ المطبخ المغربي بيتكون من الأساس يعني من الطاجين والكسكس وفي شغلة تانية بيسموها البسطيلة. في معلومة قليل الواحد قليل اللي بيعرفها، المطبخ المغربي عالميا المرتبة الثانية مصنف عالميا. المطبخ الأول المطبخ الفرنسي وبيجيه المطبخ المغربي، ويعني بيألمني كتير عشان السواح لما بيروحوا بالمغرب يعني تقريبا 90% السبب لما ليش بيروحوا للمغرب على الأكل. المغرب هي جهات، في جهة الجنوب وفي جهة الوسط، في أطلع في جبال، في بربر وفي عرب، وفي يعني في جماعات كتير، ثقافات كتير، وكل جهة لأكلها لوحدها. عشان هيك الأكل المغربي متنوع جدا، والأكل المغربي ميزته الثانية هو ما مأثر بالحضارة العثمانية، عشان العثمانيين لما عملوا الفتوحات وصلوا لحدود الجزائر، هي المغرب والجزائر. تكان الأصليين المغرب برابر، يعني مو عرب، العرب اجوا من الجزيرة الشرقية واختلطوا معنا. يعني أنا مثلا أمي بربرية وأبي عربي. تحكي لنا شوي على هاي الحلوة. هذه اسمها غريبة ولا بيسموها كمان غريبية، معمولة بالجوز، يعني من هذا الجوز، ومعمولة بشوية مربى مشمش وشوية زبدة وشوية بيض. فرح تذوقها هلا. خفيفة اكيد، ما انا كثير حلوة. ما بنعمل سكر كثير عشان السكر يعني ما انا ثقيلة. فيها كمان شوية رحيق الزهر. أنا ما كتير بحب الحلو، بس هاي دي خفيفة وهيك وتحس هيك كتير إنه عم تاكلها بسلاسة، يعني ما بحس بتدوب في الفم عشان هيك. يعني أنا مالي بالعادة أكمل قطعة حلو بس بس هي طيبة. تعرفنا هلأك شوي على قصتك وقصة المحل والأطباق، هلأ صار الوقت نروح على المطبخ ونعد شوية أطباق مع بعض ونفرجي العالم عليا. صادي وقلي حبيبك ما تنسى. هلا
صرنا في المطبخ بسلمك هلا في ايد امينه ليس الطباخ الماهر بتاعنا السيد رضا، وهو بيحكي لك كيف بتحضر الطاجين التقليدي. اوكي يلا، هيدي هي الاساس اللي بيكون دائما تحت اي وجبه اللي هو البصل اللي بيطلع المي وبيعطي نكهه. فهي كل الطنجره عباره عن بصل، وهذا لحم الضان. هنا طاجين حطينا معه عليه بصل ولحم الدقن، هنحط عليه توابل، قرفة، فلفل أسود، زنجبيل، وكركمة. ليش البصل تحت هو ال... هو الزوز. اوكي، واللي حتعمل فيه الزوز. البصل اصلا فيه ميه كثير، لما بينطبخ بيدبل، بيدبل ويعني يطلق ميته. هذا زيت زيتون، حط عليه هلا برقوق. شو هو؟ بتقولوا لي يكون في سوريا خوخ. خوخ، اوكي. هذا اوكي، هذا محضر مسبقا بالقرفه والسكر. أوكي. معسل يعني. وهذا ليقوم، هذا مشمش. هذا مشمش. اوكي. وهذا برقوق اللي هو خوخ عندنا بسوريا. اوكي. والمشمش كمان مشمش طافينه بالسكر. وتحط عليه بعدين حنراقبه عشان الميه، اذا كان ميه ناقصه نزيد شويه ميه. بيضل على النار هيك مشان يوصل للزبون، يعني عم بيفور وبيغلي. صح صح صح، عم ببقبق مثل ما قلنا بالمطعم اليمني. الطريقه التقليديه في المغرب بينطبخ على الفحم، يعني 3 ساعات تقريبا بيضل على الفحم. على الفحم بس هون مشان الزبون معي ما حيقدر 3 ساعات. وطاجين رويال هو الطبق الاغلى بالمحل وبيبلغ سعره 18.50 يورو. هلا هذا لحم الضان مع الخوخ. طيب كتير، رح جرب هلا اكل اللحم مع الخوخ. حلوة، طعمها كتير غريبة، كتير طيبة. يعني لحد اول مرة بياكل لحم مع خوخ حلو، يعني كتير طيب. نجرب هلا مع المشمشة. ما توقعته هيك صراحة. الطبق الثاني اسمه طاجين بربر، واللي هو عبارة عن دجاج بالزيتون والبطاطا، بيبلغ سعره 13.50 يورو، وبنحط عليه بس فلفل وكركم وزنجبيل بدون قرفة، وطبعا زيت الزيتون، وكلهم على طبقة بصل مفروم مثل ما حكينا قبل شوي، واللي هي تعد أساسية بالأطباق، وبالآخر البطاطا مع حبات الزيتون، وبنحط على الوش ليمون مخلل. بتحتاج ساعة لحتى تجهز لأنه بنحط على نار هادية. طعم زيت الزيتون وهي النكهة كتير واضحة، يعني صراحة الواحد بيحتار. أنا احترت هلأ أنه أطيب شيء، لأنه كل واحد أطيب من الثاني، فحسب كل واحد شو بيفضل يعني، بس كلياته فعلا رائع. ونجي هلا للطبق الثالث الاشهر واللي هو كسكس. بتحط عليه ميه سخنه، زيت زيتون وملح، وينطبخ على البخار ميه. وبنحط الخضار اللي هو عباره عن كوسه وجزر، وبعدين بيجي الدجاج والمرقه او الصوص اللي بينصب فوقها، وهي عباره عن بصل وتوابل مغربيه وبقدونس وكزبره، وهي اسمها التفاية، واللي هي عبارة عن زبيب وبصل مع سكر وقرفة، وبعدها بالآخر بنحط حبات الحمص. بيبلغ سعر هالطبق 12.50 يورو، إذا كان باللحم بيكون أغلى، وإذا كان نباتي بيكون أرخص طبعا. ولازم تنصب المرقة على الطبق قبل الأكل.
في طعمة حلوة. وهلأ نجي للمقبلات المغربية الأساسية. هذه تكتوكة. فلفل وطماطم وبهارات وثوم. هذه فاصوليا. لوبيا، بنقولها اللوبيا احنا. لوبيا بالطماطم وثوم وبهارات كمان. هاي تفاية. طيلة، بس طيلة بالدجاج، محشوة بالدجاج واللوز وبيض، وفيها قرفة وسكر، يعني ميكس مع مالح وحلو. هذه فيك تقليها شوية زيت أو تتحط في الفرن، تدهن بالزبدة وتتحط في الفرن. الدجاج بينطبق عادي يعني مع البصل كمان والبهارات، ويتفتت ويتحط عليه قرفة وسكر ولوز مطحون. هو كمان يعني حطيناه في الفرن قبل وطحناه. من أي مدينة أنت من المغرب؟ أنا من الدار البيضاء كازابلانكا. وقد صار لك هون؟ 5 سنين؟ يعني تقريبا 7 سنين. ما له هذا مجالك بالأساس، بس تعلمته صح، بس يعني حبي للطبخ كان قبل يعني. كنت بطبخ لحالي يعني أغلب شيء، بس لما جيت لهون يعني الحمد لله تعلمنا أكثر شيء. هذا عسل؟ عسل. سكر بودرة؟ شيء حلوة ولا مالحة؟ ميكس. ميكس حلو مالح؟ حلو مالح. بس شوية بس مشان. وبنرش فوقها قرفة ولوز، وبيبلغ سعر البسطيلة 12.90 يورو. هي هاي بسطيلة بالدجاج بياكلها بس يعني الناس الأغنياء زمان، الناس الأغنياء، وكانت بتعمل أصلا باللحم الحمام وبيض السمان. بس مع التطور هلا صارت تتعمل بالدجاج ولكافة كافة الشعب. الغني والفقير وكل العالم بتقدر تاكله. تخيلوا يعني هذا مزج للمالح مع الحلو. نحن عندنا بحلب مثلا بيعملوا لحمه بكرز، بيعملوا سفرجليه اللي هي فيها مزج بهي النكهات، بس هي اول مره بسمع فيها او بشوفها، اللي هي دجاج محشو باللوز ومكسوب او ملفوف برقاقه من العجين، وبعدين فوقه بنحط لوز وعسل وسكر وقرفه. فيعني كثير هيك ميكس عجيب، وما بعرف هلا كثير متحمسه بدي ذوقها لانه كثير غريبه. فهي هي بشكل عام مثل ما شايفين المطبخ المغربي دائما بدخل طعمه الحلو، يعني يا بيحطوا خوخ حلو او مشموش او مثل هذا الطبق انه عسل وهيك. فيعني ظاهر انه الحلو هو شيء اساسي بالمطبخ المغربي. رح نجرب هلا هاي. Two hours later. كثير طيبة. حسيت هيك ممكن عم اكل شعبيات عن جد. ما كأني دجاج. هي فظيعة يعني، كثير غريب طعمها. هاي الرقائق كثير طيبة، طعمة القرفة بالأكل كثير طيبة. هاي كتير حبيتها، أكتر شي حبيتها. وبالآخر ما بيصير بلا الشاي المغربي المشهور، واللي هو بيتكون من الشاي الأخضر وبيحطوا عليه نعناع، بالإضافة لأعشاب تانية مثل أوراق الزيتون وأوراق الغار واليانسون وأوراق الليمون والريحان والقرنفل. ولازم طبعاً بعدها ينغلى على النار. هاي القفازات تبعت الشاي. هذول كمان من المغرب ما؟ من المغرب كمان.
وبتنصب بهذا الشكل لحتى تكون رغوة اللي بتعطي منظر حلو وبتحفظ الحرارة. ولازم تحلايه بالآخر، مع أنه كنا كل الوقت عم نتحلى، بس هي اسمها نينا ديزرت، وهي عبارة عن تمر مع شرائح برتقال وقرفة ومي ورد وكريمة مع حبات الرمان، وبيبلغ سعرها 5.5 يورو. طيبة الأكل، كتير 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 طيب. بدي أختم الحلقة مش قادر كفي أكل، وأنا يعني هيك مرتاحة ماني مثل هوجة، ومحتارة يعني أي طبق أطيب من الثاني، لأنه كلياتهم طيبين، وكتير مبسوطة أنه جربت المطبخ المغربي. ففعلا نصيحة أي حدا عباله يجرب الأكل المغربي أو بيحب المطبخ المغربي، يجي لمحل أميتيل موجود ببرلين، رح أحط لكم عنوانه. وإذا عجبتكم الحلقة حطوا لنا لايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا سبسكرايب لحتى تدعموا المحتوى اللي محاول أعمله، وتبعتوه لكل أصدقائكم ومعارفكم لحتى توصل لأكبر عدد ممكن. مع السلامة. طبعا استاذ سعيد اللي هو اسم على مسمى، يعني ابتسامتك على وشك الله يخليك، ما كان بده يعمل المقابله، يعني كان رايد انه بس صور المطبخ والمحل وانه ما حابب يظهر، بس قال هو هيك حاسس انه يعني ما انا مهم قصته ما انا، بس انا برايي وما بعرف اذا انتم بتوافقوني وبظن بتوافقوني انه قصه صاحب المحل والقصه الانسانيه اللي يعني انت كيف واجهتك صعاب مع هالشيء فتحته وردت انك توصل المطبخ المغربي لكل العالم، يعني هي القصة اللي لازم تنروى وهي القصة اللي لازم توصل للعالم. في كتير عالم يعني تفتح مطاعم وبيكون في عندهم مطابخ متنوعة، بس بالآخر اللي بيميز كل محل هو بظن البصمة اللي أنت كصاحب هذا المحل بتعطيها. والله اقتنعت بكلامك، حتى أنا في الأول كنت متخوف شوية، ما كنت حابب القصة بتاعت اللي يعني ما أحب تطلع في الواجهة، ولكن اقتنعت بكلامك، يعني أكيد المشروع والفكرة وكل مرتبطة بالشخص، يعني الحمد لله وفعلا أنت تستاهل يعني. أي رزق يا رب يا رب لينا ولك إن شاء الله. شكرا كثير.